عدت الينا دلوقتي دكتوره غاده. دكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان، اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه ان انا كنت لسه دلوقتي بتكلم عن تقلد المراه لمناصب قياديه في المحافظات، خصوصا محافظات الصعيد. عايزه حضرتك فقط ابدا مع حضرتك من خلال الاستجابه، لانه الحقيقه عندما تتولى امراه مناصب قياديه مش فقط في محافظات الصعيد لكن في اي محافظات، بتكون في استجابه مختلفه نوعا ما من المحيطين بها. كيف كانت الاستجابه عندما تقلدت هذا المنصب؟ الحقيقه اكون ان انا من بنات محافظه اسوان ووسط اهلي، فكان الاستجابه صراحه كانت جميله جدا وايجابيه جدا لحد كبير، يمكن فاق توقعاتي حتى، والناس تقبلت ده بشكل كويس جدا، واعتبروا ان ده يعني تغيير في السياسه، ان يبقى في حد من اسوان من نفس المحافظه شغال فيها ويبقى نائب محافظ، هيبقى حاسس بيهم اكتر، شايف مشاكلهم، عايشها، تجاوبه هيبقى اسرع بحكم ان هو عارف معظم مشاكل الناس عايشاها. فكان رد الفعل صراحة في البداية خالص كان ممتاز يعني. طبيعة العمل كنائب لمحافظة زي محافظة أسوان، التعامل مع الأهالي في المحافظة، فكرة المسؤوليات اللي على عاتق حضرتك، إزاي ممكن توضح لنا الاختلاف هنا؟ يمكن لما بنقول إنه هذه المناصب اعتدنا إن احنا نشوف فيها الرجل أكثر، لكن لو حضرتك بنتكلم مع حضرتك في مسألة إنه امرأة بتتقلد هذا المنصب، يمكن من أوائل النساء اللي تقلدت هذا المنصب، إيه طبيعة أو إيه الاختلاف في طبيعة أداء دورك كنائب للمحافظ؟ والله أنا هختلف مع حضرتك في حاجة بسيطة، إن المرأة في الجمهورية الجديدة حاليا متقلدة وزارات، متقلدة محافظ، سيدة محافظ دمياط، دكتورة منال، يعني المناصب بتاعت السيدات دلوقتي في مناصب كتير جدا بتتقلد سيدات وبتقوم بيها بشكل يمكن فوق توقعات الكثيرين، ويمكن ده اللي شجع الدولة برضو انها تزيد من الاستفادة من قدرات السيدات في إدارة ملفات مهمة جدا في الدولة. بالتأكيد كل مسؤول بيكون عنده حلم لمكانه ولمحافظته للمكان اللي هو بينتمي ليه. إيه أبرز الأحلام، أبرز الأدوار اللي حضرتك محتاجة أو نفسك تشوفيها وتحققيها في أسوان؟ أحلامنا طبعا كبيرة جدا، يمكن ما لهاش سقف، ويمكن كون أنا من المحافظة نفسها فأحلامي لأهلي ولكل المصريين كبيرة جدا في أسوان. أسوان تمتلك إمكانيات رائعة سواء كسياحة أو مقدرات معدنيه او مقدرات، كونها في مكان استراتيجي وانها تكون عاصمه افريقيا شباب واقتصاد الافريقي وكمان ثقافه، فكون انها موجوده هنا على اطراف الضوابة الجنوبيه للقصة العربيه فهي حلمنا، وده بدانا فيه نعمل فيه تحركات قويه جدا بقياده السيد المحافظ ان اسوان تبقى نقطه تبادل تجاري كبير جدا للتجاره مع الدول الافريقيه، وان شاء الله يمكن قريب قوي نسمع اخبار كويسه قوي هذا ده طيب. بجانب طبعا ان كورونا خلتنا نفكر بشكل اساسي ان لازم نشتغل على استثمارات في مجالات بعيده عن السياحه تبقى بجانبها، بحيث ما نبقاش معتمدين على مصدر واحد، او تبقى معظم العاملين في اسوان معتمدين على السياحه، وده كان عامل دروب جامد جدا في بدايه الجائحه، لان مجرد ما توقفت السياحه كان عندنا مشكله كبيره جدا مع شريحه لا مش قليله من المواطنين في اسوان. اكيد اكيد. حضرتك توليتي ايضا بسبق وتوليتي المنصب المتعلق بمدير وحده خدمات تكنولوجيا المعلومات في كليه الهندسه في اسوان. كمان لو حضرتك تكلمينا يعني بشكل سريع عن المنصب ده وترشيح حضرتك لهذا المنصب ايضا. انا يعني خلصت تقريبا الدكتوراه بتاعتي في 2015. اصلا انا خلفيتي كمبيوتر انجينيرنج، فبدايه انا كنت لسه راجعه من بره من دراستي، فتم تكليفي باداره ملف التكنولوجيا المعلومات في الكليه، وبعدها بسنه تم تكليفي بملف تكنولوجيا المعلومات في الجامعه، كنت مدير تنفيذي لمعلومات الجامعه لمده سنتين تقريبا قبل ما اكلف بنائب محافظ اسوان. يعني كل الشكر لحضرتك وبالتوفيق طبعا في كل المهام اللي لديك. أشكرك الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك.